زمان الأول كلهم أغلبهم يحول ما هنا دنيا، لكن أنفسهم عزيزة، ما يعني ما يمكن يروح يطلب ولا شيء ولا ذا، عزيزة نفسه يقعد يوم يومين ما أكل الله أكبر ولا يطلب منه. يا سلام. فندويرج رحمة الله عليه من هالناس اللي تعرضتهم صواديف الدهر، ما عنده مرة ولا شيء ببيته ينوكل، قعد يوم يومين يجيب عذوق النخل العسبان ويدقهن ويسوي منهن حبال، هم من يبيعن الحبال ياخذونهن حقين السواني او حقين العازات. ففجأة طق عليها الباب وسمع الصوت وراح وفتح، يوم فتح الباب لقاو درويش من الدراويش. الدراويش دولة اللي يجون من أماكن بعيدة يبي يحجون، هذا الكلام طبعا قديم، ما عندهم مبالغ، فتلقاو يطلع من شرق آسيا ومن الجهات ذي يبدأ يتنقل بين المدن، وكل مدينة يقعد بها أسبوع أسبوعين لما يجمع شيء يشتغل ويشيل ويحط، معد يروح للمدينة الثانية الثالثة لما يصل مكة ويحج ويرجع. يسمونهم الدراويش لأن لغتهم حتى مهب ما يدرون شو يقولون، يتفارجونهم وياهم أو أحيانا يصيرون متعلمين من كثر ما قعدوا بالديار يصيرون يعرفون بعض الكلام، وعادة يصير لهم مكان غرفة ولا ذا ويترزقون الله. لجوا المدينة، أهل المدينة يعرفون ما اللي يجيب لهم تميرات، اللي بيجيب لهم باقي من البر، اللي يجيب لهم باقي. فيوم فتح الباب ولا والله هذا درويش يبي جويعان مرة، ولو مثله وله يمكن يومين ما أكل، الله أكبر، ولا ما عنده شيء يقدمه ولا هو براد هذا بعد ما. قال يصير خير واخذوه، ولأبوه جار لهم أموره ميسرة ما شاء الله وفاتح نقهوته ويعرفه. قال ويروح لأمه قال يا أبو فلان لو أجيت قهوة عندك. قال الله يحييك، وإذا قال عندك شيء قال إيه تعال بدبرك ساعة. قال ترى ذا مساني مسانك تعزن هذا ما شاء الله. قال لا قال لا تعال انت وياه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصم. فراحوا طبعا الاولين يقدمون احلال التمر وياكلون التمر زاد الحقيقه، لا اكلوا هالواحد خلاص فاكل واكل ذا. عاد قال قصيده لطيفه اللي به بيت مشهور يمكن اللي يقول انا وياه عريان شكا حاله على مصلوح على مصلوح. يقول ابن دويرج رحمه الله عليه: لقيت اليوم درويش يطق الباب عقله يوخ، وهو لا تمان انه يوم يطق الباب محتاجي، وهو لا تمان انه يوم يطق الباب محتاجي، أنا وياه عريان شكا حاله على مصلوخ، ولا يلامي مسكين في جاه من الدهر فاجي، ولا يلامي مسكين في جاه من الدهر فاجي، أنا يا حجي ما عندي بيتي غيري غمر صنوخ، أسويها حبال بيني محال ودراجي، أسويها حبال بيني محال ودراجي. وسلامتك. بيض الله وجهك.